هكذا متابعينا مستمعينا الكرام تابعنا الشوط الماضي ذهب مع وجود الشاهينية السيد عامر بن خليفة بن حمود الوهيبي تسجل ايضا الفوز الثاني بهذا العام بهذا الميدان الفوز الثاني تهانينا الخليفة بن حمود الوهيبي المتابع لهذه المتابع للشاهينية نسير بهذا الشوط هو الشوط الرابع عشر في المجموعة والشوط الرابع عشر يحمل في فشواته الابكار المهجنات الصايل بحر بكم الى ما قدمت هذا الشوط مع المركز الاول مع وايد احمد بن زويد بن حميد القحنوني هذا القادم من محافظة الباطنة بينما المركز الثاني وصول من قبل مشاكل هلال بن سلطان بن علي المقبالي مع المركز الثاني والمركز الثالث تدخلت الان منصة حمد بن محمد بن حمرور العامري والمركز الرابع الذيبة الدحام بسالم الخيباني النعيمي والمركز الخامس تدخلت الان اللي في ابتهال منصور بن مبارك بن علي بن عزيز الشريفي المركز السادس وصول يا سلام اللي وصلت لهذه اللحظات وغيرت موازين الشوط هذه عليها رقم 29 وعليها علامة الاستفهام هذه اعتقد ان شعار الخيباني هذا شعار الخيباني النعيمي نتأخر او شعار اللي غيرت الان في هذه اللحظات نسير وصلنا الى الويل المركز السابع عند بنعيد هذه شعار محمد بن سالم بن عيد المفيري واصل اللي طفره السيد جمعة بن عيد المفيري والدخول ايضا من قبل مشاكل اما فعلناها مشاكل المركز السابع شاينية محمد بن مسبح بن محمد الكتبي والمركز الثامن سعادة عيلان بن عبد الله مهيري اللي هي ابتهار ولكن نشوف التاسعة وصلت الان مطيلة هاي مطيلة سعيد بن مبارك بن قرين العامري ودخل في اجواء الكيلو متر الاخير يا شباب يا سلام بدأت تقر الشوط هذه اللي سيطرت الذيبة الدحوم بسالم الخيبان النعيمي ولكن المركز الثاني منصة حمد بن محمد بن حمرور بن حمرور العامري يقدم لنا منصة بهذا الشوط وصلت الأسماء وصلت الآن اللي هم طيلة سعيد بن مبارك بن قرين العامري واصل وصل المقبالي بهذه اللحظات يقدم لنا المقبالي اللي هي مشاكل هلال بن سلطان بن علي المقبالي وصلت الان اللي هي وصلت انهيار بدت الان انهيار سعادة عيلان بن عبد الله المهيري ونقول يا سلام يا انهيار بدت الان تولع الشوط نار بدت تبدع على ساحة المضمار انهيار سعادة عيلان بن عبد الله المهيري هذه انهيار ولكن المعركة وصل العياني وصلت الشعارات وصل المقبالي ونقول دولة الأوامر يا شباب يا بلقريد يا بن عيلان يا العرياني يا المقبالي ولكن انهيار سعادة عيلان بن عبد الله المهيري تهانينا والناموس المركز الثاني شاهينية عبد الرحمن بن زيد بقضي العياني المركز الثالث هذا رقم 8 وصلت في الآن مطيلة سعيد بن مبارك القيل العامري المركز الرابع
عند الخيباني، المركز الرابع الذيبة، الدحام بسام خيبان الحيمي، والمركز الخامس مشاكل مع المركز الخامس متابعينا الكرام لسيد هلال بن سلطان بن علي المقبالي. هكذا هي نتيجتنا متابعينا بالكرام. التوقيت الزمني 4:34 و40 جزء من الثانية.